فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: هل ثبت إعادة التشهد والصلاة الإبراهيمية مرة ثانية بعد سجود السهو كما يفعله الأحناف؟ ما أدري عن الأحناف، لكن ما الصحيح أنه ما يشرع تشهد بعد سجود السهو، سلم على طول. نعم. ثم يقول حفظك الله: وهل يجوز لنا أن نتابع الإمام في فعل هذا إذا صلينا خلفه؟ نعم، تابعوا الإمام لا بأس. نعم.